قناة الفن حياتنا. حضرتك ليه اخترت الاسم ده؟ وإيه هي معناه من وجهة نظرك؟ أنا شايف إن أي إنسان فينا جواه حتة الفن، يعني حتى لو مش شرط يكون مؤلف أو مطرب أو ممثل أو مخرج، لأ، اللي الست في بيتها وهي بتوضب البيت بشكل فيه فن، هي فيها فن. اللي لما بتعمل أكلة حلوة بيبقى فيها فن، إذن لازم فهي بنفسها عشان تعملها كويس. يعني اللي أي واحد بيشتغل شغله بحب بيبدع فيه وبيعمله بفن. إذن الفن داخل في كل حياتنا. من هذا المنطلق أنا قلت أسمي القناة الفن حياتنا، لأن هو فعلا الفن حياتنا وفي حياتنا في كل حاجة. يعني